في نسبة إقبال عالية، وفي بعض الناس بتشتري، وتقريبا كل اللي جاي يتفرج عنده طلب للشيء اللي هو بيبص عليه. يعني مفيش حد ماشي يضيع وقت، المعرض كبير وواسع، واكيد اللي جاي عايز يعني يلزمه حاجة من المعرض وعايز يشتريها. في بعض الناس عندهم القدرة الشرائية موجودة، وفي البعض زي العادي، يعني في البعض ما عندوش القدرة الشرائية. ففي وقت تلاقي نسبة الإقبال موجودة وفي مبيعات، وفي وقت تلاقي نسبة إقبال عالية وما فيش مبيعات. زي ما في مواسم للزواج، في مواسم أكيد لما بيدخل عليك رمضان بيبقى في أول رمضان ما فيش مبيعات، في النص الثاني من رمضان بتلاقي فيه مبيعات عالية جدا، لأن بيكون في مواسم زواج قبل بعد الأعياد الرسمية، وفي جاي لك موسم بتاع شم النسيم بيعمل مبيعات كويسة. أما بالنسبة للمعرض، كل الناس اللي جايين المعرض تقريبا كل واحد ليه طلب جاي عليه، بس في ناس ما عندهاش القدرة الشرائية، فمن هنا بتحس إن السوق عنده هبوط، عنده ضعف، عنده حاجات من هذا القبيل. طبعا في ارتفاع في الاسعار، لان الخامات اللي احنا بنشتغل بيها تقريبا معظمها مستورده، فعلشان كده هي سعرها مرتفع شويه. الأسعار بتاعت الأساس زادت تقريبا نسبة 40% تقريبا، يعني لأن فيها منتجات محلية طبعا ما أسعارها ما اتحركتش، الأسعار اتحركت المنتج اللي هي الخامات المستوردة بس. لا، احنا اعتمدنا أكتر على الخامات المستوردة، لأن الأخشاب مصر ما هيش منتجة للأخشاب، مصر دولة مستوردة للأخشاب، فاحنا معتمدين على الأخشاب المستوردة، يعني ده أكتر حاجة. لما في منتجات محلية في الدهانات، في منتجات محلية في بعض الأدوات اللي بنشتغل فيها، بعض الأخشاب البسيطة بتدخل برضو في صناعة الأساس بس بنسبة ضئيلة جدا. يعني ما أظنش أنه أثر علينا سلبي، هو تأثيره أكيد إيجابي، لأنه هو يعني كده أنت موضوع الدولار والعملة، التجار اللي بيستوردوا الخامات بتاعت صناعة الأساس دي بيعتمد في تحديد سعرها على سوق السودة وليست البنك المركزي. اكيد يعني ده كل ما تيجي تكلم اي تاجر يقول لك انا بشتري الدولار بكذا، لازم ابيع بكذا، اللي هم التجار اللي بيستوردوا الخامات اللي احنا بنشتغل بيها في الاساس. ارتفع في كل المناطق، لكن احنا الحمد لله رب العالمين بنعمل حاجه اسمها مساعده للجمهور، مساعده للعميل، لان النهارده الشباب كلها كان الله في عونها. صاحب الشركه بتاعنا الاستاذ محمد كامل، هو اساسا بقاله اكتر من 14 15 سنه شغال في معرض جهاز الخدمات العامه القوات المسلحه. فبما ان الاسعار زادت هناك كاجور في سعر المتر واجور في الكهرباء و الى اخره، اصبحت سعر الغرفه هناك عالي جدا 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 جدا. هو حب انه يستثمر الكلام ده برضه ويظبط الدنيا، ان هو يبدا يعمل فروع اخرى للشغل. والحمد لله رب العالمين الى حد ما الدنيا ماشيه طيبه. يعني نسبه الزياده في الخامات اساسا حضرتك بقت 100% واكثر من 100%، وبالتالي بقى في هبوط في الشغل، هبوط في البيع والشراء. هو ده اللي عامل الدروب الجامد بالنسبه للتعامل مع العملاء. يعني لا طبعا هو في نسبه ركود، ولكن الى حد ما الحمد لله، عشان هو برضه زي ما قلت لسيادتك صاحب الشركه بيحاول يساعد العميل ان الدنيا ماشيه طيبه. يعني احنا عندنا السلعه السي ام 13 هتلاقيها هناك في جهاز الخدمات العامه القوات المسلحه مش اقل من 18. ده ليه؟ ده لزياده اجور المكان. ما يكون سعر المتر 650 جنيه، انا واخد 100 متر يعني بدفع 65000 جنيه ايجار، ما هو ده على حساب العميل. ومن هنا حضرتك لازم هو يتدارك الامر، وبناء عليه ابتدى ان هو يعمل فروع اخرى خارج الجهاز. يعني حتى ادنى انا عندي غرفه ب 9.5 9000 ونص، وعندي غرفه ب 11، عندي غرفه ب 12، حد اقصى عندي بتوصل 15000 جنيه.
بتعتمد على الشغل المستورد اكتر ولا على الشغل المحلي؟ لا على الشغل المحلي اكتر، لان شغل المستورد النهارده انت شايف الدولار اساسا مش موجود يعني. اكيد مؤثر جامد طبعا، لان كل خاماتنا بتيجي من بره ومن هنا بتعمل معانا تاثير جامد. زياده بعديها حضرتك 100% واكتر من 100% حضرتك، يعني نسبه الزياده اصبحت 100%، ده بسعر الخامه اساسا يعني السلع الاساسيه. انا هديك مثال صغير، عندي حاجه في الشغل اسمها كرتونه ميجر، دي كنت بجيبها ب 165 جنيه فيها 15 مجرى، النهارده بجيبها ب 370 جنيه. بص سيادتك الفرق اكتر من 100%. دي حاجه واحده في السلع اللي انا بشتغل بيها. الاسعار بتتراوح من 10.5 غرف النوم، بالنسبه للسفر بتتراوح من 11 وانت طالع، اسعار كويسه جدا وشايف ان في رجل والناس كويسه وتمام يعني. اعلى سعر كام؟ اعلى سعر لغرفه النوم مثلا بيبقى 14 هنا بالنسبه للمعرض. يعني بالنسبه للمعرض فدي اسعار كويسه بالنسبه لبره، طبعا خلاف سعر ان الخامات غاليه فالسعر ده كويس جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها. لو عملنا مقارنه ما بين المعرض وبره؟ لا طبعا المعرض اوفر كتير بنسبه 30%. يعني اوضه ام 10 مثلا بره بكام؟ يعني الاوضه ام 10 هنا احنا بتتباع بره ب 16 مثلا. الأوضة أم 10 هنا بتبقى بره ب 16، خاصة إن الناس مجهزة الشغل ده من الموسم، يعني بقى لهم موسم بيجهزوا، فأنا بيجهزوا شغل عشان ينزلوا بيه. ففي وفر، الشركات عاملة وفر كتير جدا يعني، وخامات كويسة وجودة كويسة زي ما حضرتك شايف كده، موديلات كلها ما شاء الله والله. طيب بتعتمد على الصناعة المحلية أكتر ولا على المستوردة؟ لا إحنا كل شغلنا محلي. أه كل شغل الخامة بس هي اللي مستوردة، يعني الكونتر نفسه مستورد، مفيش كونتر محلي. يعني الكونتر نفسه اللي احنا بنشتغل بيه كونتر مستورد. لكن الخامه كلها محلي والتصنيع كله طبعا محلي. فهي الخامه معكسانا شويه عشان حته الدولار وبتاع، بس ان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى في استقرار والدنيا تظبط يعني. طيب تاثير الدولار بنبص عليكم بعد ما اتفتح؟ والله ما معكسنا شويه في شراء الكونتر بصراحه. خامات طبعا غاليه عشان كل الاستيراد غالي، الحدايد اللي بنشتريها نار اسعارها، هي دي بقى اصعب حاجه بتقابلنا يعني. الخامات اللي بنشتريها اللي هي الاكسسوار بتاع الغرف، الميجر، المقابض، الكلام ده كله، كل الحاجات دي خاماتها غاليه طبعا عشان كل ده مستورد. فهي دي النقطه الوحيده بس اللي يعني نامل ان الدنيا تظبط فيها.